لو عندك رؤوس سودة زي كده وحبوب، فالوحيد اللي يقدر يخلصك منها تماما هو حمض الساليسيليك، بس لازم نستخدمه بالشكل الصحيح. وقبل ما نقول هو عبارة عن ايه وازاي نستخدمه، ما تنساش اللايك وشير، ويلا بينا على التفاصيل. حمض الساليسيليك عبارة عن نوع من انواع البيتا هيدروكسي أسيد، وده معناه انه بيشتغل بشكل اساسي على الطبقة الخارجية من البشرة. وتعالوا نشوف فوائده. اول حاجة بيعملها بيشتغل كمقشر كيميائي، وده بيزيل خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة، وبالتالي بيساعد على تجديد البشرة ويخليها اكثر نضارة. تاني حاجة بيدخل جوه المسام وينظفها من الدهون الزايدة، وبالتالي يمنع تكون الحبوب والرؤوس السوداء. وكمان بيعتبر مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهاب، وبالتالي هيقلل من حجم الحبوب والاحمرار فيها. ومع استخدامك المنتظم في روتينك اليومي، سواء غسول مرتين في اليوم او سيرم مرة مساء، هتلاحظي ان ملمس بشرتك بقى انعم واقل خشونة، وخصوصا لو كنت بتعاني من مشاكل زي الحبوب. ودمتم في امان الله.